شباب تاني اعدادي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم مستر جورج حلمي على سبوت شانل. سبوت شانل دي هتبقى قناتنا على اليوتيوب اللي احنا هنبدا نشرح فيها منهجنا، منهج تاني اعدادي وباقي المناهج ان شاء الله خلال الترمين. لو كان لينا عمر ان شاء الله هنبدا من اول الفيديو ده، نبدا مع بعض بالفيرست ترم. بس قبل ما نبدا مع بعض دروسنا، احنا عايزين نشوف احنا عندنا ايه في الترم الاولاني. We have three units. We have three units. Unit 1 chemistry بنتكلم فيها عن حاجة اسمها elements classifications. Element classifications اللي هو تصنيف العناصر. Unit 2 بنتكلم فيها عن الاتموسفير، atmospheric pressure و الاتموسفيريك layers اللي هي طبقات الغلاف الجوي. يعني هنسيب الكيمستري خالص ونطلع بقى فوق في الايه؟ في الغلاف الجوي. Unit 3 هنتكلم فيها عن جزء علمي كده شيق اسمه fossils and extinction. طيب خلونا نبدأ مع بعض بيونت 1. يونت 1 زي ما اتفقنا مع بعض هي الكيمستري، فليها بيزس، ليها أساسيات. المفروض الأساسيات دي احنا درسناها في أول إعدادي أو في السنين اللي فاتت. طيب يعني لو في حاجات يعني محتاج إن أنت تفتكرها معايا، ممكن تشوف أو ترجع لفيديوهات أول إعدادي، أو هحاول بقدر الإمكان أفكرك بالحاجات دي وإحنا ماشيين مع بعض في ليسن 1. طيب ليسن 1 بنتكلم فيه عن إيه؟ ليسن 1 بنتكلم فيه عن حاجة اسمها Attempts of Elements Classifications. Attempts means trials، محاولات. Elements Classifications تصنيف العناصر، محاولات تصنيف العناصر. إيه العناصر أو إيه الإلمنتس؟ الإلمنتس دي اللي بندرسها من سنة رابعة. الميتالز، نون ميتالز، نوبل جازز، إينرت جازز، كملنا معاها في سنة أول إعدادي، والسنة دي هنكمل الإلمنتس دي اللي هي الأيرون والجولد والأكسجين والنيتروجين والبرومين، كلورين، فلورين. كل دي elements اللي احنا يعني درسناها وعدت علينا في مراحل كتيرة قوي، هي دي بنسميها عناصر. ف يعني على مدار التاريخ كده الانسان كان كل او العلماء بيكتشفوا كل سنة مجموعة من elements. طيب وصلت كام دلوقتي؟ تقريبا 118 elements. يعني till now the discovered elements are 118. طيب فاحنا محتاجين ايه؟ محتاجين نعمل لهم classification. classification يعني تصنيف ال 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 اي شيء عدده كبير، فمحتاجين ان احنا نصنفه. يعني احنا مثلا في المدرسه بتاعتنا لو عددنا 800، 1000، 2000، فما ينفعش كلنا نبقى في فصل واحد، ما ينفعش كلنا نبقى في فون كلاس. يعني احنا هندخل نشرح ايه؟ ساينس، طب الساينس مين اللي هيفهمه؟ الدراسات مين هيفهمها؟ فاحنا بنعمل كلاسيفيكيشن، اولى ابتدائي لوحدهم، ثانيه ابتدائي، ثالثه ابتدائي لغايه ثالثه ثانوي. طيب فبالتالي لما بنعمل كلاسيفيكيشن للولاد في المدرسه، فاحنا بنقدر ان احنا ندرس لهم المواد بتاعتهم، فبالتالي يقدروا يفهموا. نفس الفكره، احنا محتاجين ان احنا نعمل كلاسيفيكيشن تو elements. ففي كويستشن كده هنبدا بيه: why scientists try to classify elements. ليه العلماء حاولوا يصنفوا العناصر؟ طبعا من زمان خالص مش من دلوقتي. ليه العلماء حاولوا يصنفوا العناصر؟ نمبر 1، to ease their studying. ease their studying يعني يسهل علينا دراستهم. لما نصنف العناصر elements دي نقدر ندرسهم ونعرف الخصائص بتاعتهم، ودي point number 2 بقى. To find relationship، عشان نجد علاقة between elements and their chemical and physical properties. يعني لما أصنف العناصر أو elements دي، أقدر بسهولة قوي ألاقي علاقة بين elements دي and their chemical or physical properties. العناصر دي ليها خصائص كيميائية وخصائص طبيعية أو فيزيائية. لو سيبنا elements دي كده كلها على بعض بدون تصنيف، مش عارفين مين فيهم metals، مين فيهم non-metal، مين فيهم solid، مين فيهم gas، مين فيهم active، مين فيهم inactive، فبالتالي مش هقدر اتعرف على العلاقات بين elements دي وخصائصها. فيهمنا جدا ان احنا نعمل ايه؟ classify these elements. فتعالوا بقى مع بعض في الليسون ده تشوف the trials or attempts to classify these elements، المحاولات عشان نصنف العناصر دي. اول محاولة، يعني طبعا محاولات كان كتير، بس احنا عندنا في المنهج السنة دي هندرس يعني ثلاث محاولات، 3 trials. نمبر 1، first trial، المحاولة الأولى كانت اسمها مندليفز trial أو مندليفز attempt. طبعا قبل ما نبدأ المحاولة الأولى هنتفق مع بعض على حاجة. أي عالم بيصنف العناصر أو الـ elements دي على أيامه
في الوقت ده يعني ما كانتش الاليمنت دلوقتي حاليا 118، بس على ايامه ما كانتش 118، كانت اقل بكتير قوي، فان كل سنه ممكن نكتشف اليمنت، كل سنتين ثلاثه نكتشف اليمنت وهكذا. فالاليمنتس وين كلاسيفايد لازم تتحط في تيبل، put in a table زي ما انتم شايفين كده. التيبل ده بيتكون من ايه؟ سيلز. سيلز يعني خانات، يعني دي كده بنسميها سيل ودي سيل. طيب فكل خانه بنحط فيها الاليمنت، وبعدين بنسمي مجموعه الاليمنتس او السيلز الخانات او الخلايا دي اللي هي الفيرتيكال سيلز بنسميها جروب. ركزوا معايا يا شباب كده، بنسمي السيلز اللي هم الفيرتيكال سيلز دول بنسميهم جروب. طيب the horizontal cells، horizontal cells الخلايا اللي جنب بعض بنسميها period، بنسميها period. So any table، أي جدول هندرسه، any table includes some groups and some periods، some groups and some periods. فبالتالي أي عالم، any scientist classify the element put them in a table and this table includes groups and periods. تمام؟ طيب دي كانت نقطة حابب إن أنا أقول لكم عليها، عشان بس إيه هتقابلنا كلمة groups period بمرور الوقت. نبدأ مع بعض بالفيرست ترايل. مندليف. مندليف ده كان Russian scientist. classified the elements، صنف العناصر in an ascending order according to their atomic weights أو atomic mass. هو صنف العناصر أو الإلمنتس، طبعا الإلمنتس على أيامه كانت كام؟ كانت 67 element، 67 element. هو صنفها in an ascending order، طبعا ascending ترتيب تصاعدي من الأصغر للأكبر، بس هنعرف الأصغر في إيه وأكبر في إيه. according to إيه بقى؟ their atomic weights، atomic weights، atomic weights دي يقصد بيها الوزن الذري، الوزن الذري، atomic mass. طبعا احنا بس هرجع كده بالذاكره شويه، زي ما قلت لكم كل شويه هنرجع نعمل بلاي باك كده لورا نفتكر حاجه معينه عشان ايه نكمل بيها الرسم بتاعنا. كنا في اولى اعدادي لما كنا بنكتب الاليمنت زي اليمنت اكس كان بيتكتب عنده تو نمبرز، نمبر من فوق كان اسمه اتوميك، سوري ماس نمبر، ونمبر من تحت اتوميك نمبر. كان الاتوميك نمبر ده لو تفتكروا معايا هو نمبر اوف بروتون، بوزيتيف بروتونز اور نيجاتيف الكترونز، كان نمبر اوف بوزيتيف بروتون اور نيجاتيف الكترونز. لما الماس نمبر ده كان ذا سام اوف نمبرز اوف بوزيتيف بروتونز اند نيوترال نيوترونز. ليه النيوترونز والبروتونز نفتكر برضو مع بعض؟ لو تفتكر الاتوميك ستراكشر الرسمه المشهوره قوي بتاعه الاتوم، كان the atom containing nucleus in the center، ادي دي nucleus، والnucleus دي كان containing positive proton، positive protons and neutral neutrons، كان فيها two types of particles، positive protons and neutral neutrons. طيب outside nucleus there are some negative electrons، من جوه او جوه النيوكليس في positive protons، neutral neutrons، outside the nucleus containing او negative electron rotating بتلف فين؟ في energy levels. فنرجع كده بالذاكره بتاعتنا، mass number the number of protons، positive protons and neutral neutrons اللي هم موجودين فين؟ inside the nucleus. انما الاتوميك نمبر دي the number of positive protons or negative electrons. طيب بس انت مستر دلوقتي قايل ان مندليف صنف according to atomic weight او atomic mass مش mass number، هو في فرق بين atomic mass و mass number؟ بس الكلام ده هناخده لما نكبر شويه. الفرق بين الماس نمبر، خلاص الماس نمبر انت عرفته، ده عدد البروتونز، number of protons and neutrons. انما الاتوميك ويت اللي هو الوزن الذري ده، طبعا وزن هي اللي اتوم ينفع نوزنها، الموضوع صعب جدا ان الاتوم دي صغيره جدا جدا جدا، فما فيش وسيلة قياس أو أداة قياس، ما فيش balance used to measure the mass or the weight of the atom. عشان كده كانوا بيلجأوا لحاجة اسمها comparison، المقارنة، بيقارنوا الماس of atom to each other، يعني بيشوفوا مين أصغر atom. مثلا عندنا أصغر atom in mass اللي هي الهيدروجين، فبيقارنوا الأتومز الباقية بالهيدروجين. لما أجي أقول مثلا the atomic mass of
اتوم واي ايكوالز 12 مثلا، يبقى معناه ان الواي دي قد الهيدروجين 12 تايمز. فكلمه اتوميك ماس دي او اتوميك ويت ده الوزن الذره مقارنه، او وزن الاتوم دي مقارنه باتوم تانية اللي هي الهيدروجين. فانا بس دي حبيت اقولها عشان ما نلخبطش بين كلمه اتوميك ويت وماس نمبر، او اتوميك ماس وماس نمبر. طيب نرجع بقى تاني لموضوعنا. يبقى احنا اتفقنا مع بعض ان مندليف classified the elements in an ascending order according to their atomic weights. يبقى هو عمل table صنف فيه elements in their according to their atomic weights from left side to right side زي ما اتفقنا. يبقى التيبل بتاعنا نرجع تاني للتيبل بتاعنا زي ما اتفقنا كده. التيبل عبارة عن cells، المجموعة السيلز اللي جنب بعض بنسميها period. يبقى هو مشي في التيبل بتاعه من الشمال لليمين from left side to right side تمام، و in ascending order. يبقى number 1 هنا مثلا الاتوم دي its atomic weight equals 1، يبقى اللي بعدها 2، اللي بعدها 3، ممكن بعد كده 4.5، ممكن 5.2 وهكذا. المهم يكون in ascending order from left side to right side تمام. بعد كده عمل ايه؟ He put the similar elements in vertical columns called groups. طبعا مجموعة الelements اللي فوق بعض اللي هما مع بعض اللي هما in vertical cells سمى المجموعة دي زي ما اتفقنا group. وبعد كده هنكتشف ان ال one group الجروب الواحدة العمارة الواحدة زي ما انتم شايفين دي containing a group of elements. الelements دي have similar properties ليها نفس الخصائص او خصائص متشابهه. طيب بعد كده he classified the elements of each main group into two subgroups. بعد كده يعني في وقت تاني هو صنف كل مجموعه اساسيه لمجموعتين فرعيتين سماهم A و B. He explained his periodic table وشرح الجدول بتاعه in his book في كتاب سماه Principles of Chemistry اللي هو مبادئ الكيمياء. وزي ما اتفقنا التيبل ده كان بيضم كام؟ includes 67 elements. عشان نشوف يعني العيوب والمميزات بتاعت مندليفز periodic table تعالوا نبدأ مع بعض بالادفانتج، نبدأ بالحاجات كويسة ونخلي الحاجات او العيوب الجدول ده في الاخر. advantage of مندليفز periodic table، طبعا هو الجدول اسمه مندليفز periodic table. تعالوا نشوف بقى advantage means المميزات. He left empty cells. Empty cells يعني خلايا أو خانات فاضية in his table. ليه؟ Predicting the discovery of new elements. تنبؤا أو توقعا باكتشاف عناصر جديدة. يعني هو الراجل كان يعني عامل حسابه إن يعني عارف إن في elements لسه ما اكتشفناهاش، فساب لها أماكن فاضية في التيبل بتاعه عشان بعد كده لما العلماء اللي يجوا بعده يكتشفوا الـ دي يعني يعني سايب لها اماكن فاضيه عشان ايه يحطوا الالمنتس دي في الاماكن بتاعتها. طيب he determined the values of atomic weight of some elements which were not discovered. برضو مشكورا هو قدر وحسب قيم بعض الاتوميك ويتس اللي هي الاوزان الذريه لبعض العناصر اللي لسه ما حدش كان اكتشفها بعد كده. نمبر 3 he corrected the atomic weights of some elements. وصحح الاتوميك ويتس الاوزان الذريه لبعض الالمنتس اللي كانت محسوبه بطريقه غلط. طيب دي كده بنسميها الادفانتج المميزات بتاعت مين؟ مندليفز بريديك تيبل. نيجي بقى للديس ادفانتج. ديس ادفانتج يعني ايه؟ العيوب. زي ما في ادفانتج في برضه ديس ادفانتج. نمبر 1 نتيجه نرتب اكوردنج تو يعني ارانجد اكوردنج تو ذا اتوميك ويت فحصل حاجه اسمها ديستربنس ديس اوردر خلل. يعني disturbance in the ascending order of the atomic weights of some elements. طبعا لما مندليف رتب according to atomic weight and put the elements in groups according to their properties على حسب خصائصهم حصل خلل، ده مش ترتيب صح. فبالتالي هنلاحظ احنا لو بصينا رجعنا تاني للتيبل الاقي ان في خلل في بعض الخانات. يعني احنا ماشيين ان ascending order لا هنلاحظ في خانه ascending بعدها descending ترجع تاني ascending وهكذا. دي بنسميها disturbance in the ascending order، حصل خلل في الترتيب التصاعدي. نمبر 2 من ضمن ال disadvantage deal with isotopes. isotopes دي هناخدها في ثالثه اعدادي واولى ثانوي ان شاء الله. دي حاجه اسمها النظائر.
هنمشيها دلوقتي التوائم، يعني عشان يعني ابسط لكم الفكره. each element has different isotopes، لتوائم او ليه صور مختلفه، different forms. يعني مثلا زي الهيدروجين has three isotopes. عايزكم تبصوا كده معايا ايه الفرق بين ال 3 هيدروجين، هما كلهم هيدروجين، لكن الهيدروجين الاول مختلف عن الثاني عن الثالث في ايه؟ in the atomic او mass number، in the mass number. تلاحظوا هنا الهيدروجين 1 1، هنا 2 1، هنا 3 1. فبالتالي الهيدروجين الاولاني ده في عدد يعني containing 1 بروتون اونلي without neutrons، يعني ده ما فيهوش نيوترونز. التاني طب احنا بنجيب النيوترون ازاي؟ mass number minus atomic number، mass number اللي فوق minus atomic number تحت، دي النيوترونز على طول. يبقى ده ما فيش نيوترونز خالص، يعني النيوترون زيرو. هنا نيوترون equals 1، هنا الاتوم بتاعت الهيدروجين ده containing 2 نيوترونز. فدي بنسميها isotopes، يعني مش عايز اطول عليكم فيها لانها مش مقرره في ثانيه اعدادي، لكن تعرفوا ان هم كلهم 1 element، كلهم 1 element. طيب عم مندليك بقى deal with isotopes، اتعامل مع الايزوتوبس دي of one element as different elements، كأنهم عناصر مختلفة. لا، المفروض هم كلهم one element due to the difference in their atomic weights. طيب دي كانت ال first trial، المحاولة الأولى من محاولاتنا النهاردة اللي اسمها Mendeleev's periodic table. تعالوا بقى نشوف مع بعض second trial، المحاولة الثانية. جه عالم تاني اسمه موزلي. موزلي برضو زي ما اتفقنا دام هيحاول يصنف الاليمنتس او العناصر بيحطها في تيبل بيسميها على اسمه. فنمبر 2 المحاوله الثانيه كانت بتاعت موزلي، فعمل تيبل سماه موزليز بيريديك تيبل، موزليز بيريديك تيبل. ده بقى الموضوع كان تقدم شويه معاه واستعان بالاكس رايز اللي هي اشعه اكس اللي انتم عارفينها كويس قوي وبرضو درسناها في اولى اعدادي. After studying the properties of x-rays he arranged the elements in an ascending order according to their atomic numbers. هنا بقى موزلي عمل ايه؟ هو رتب الelements in an ascending order برضو بس according to their atomic number. atomic number تفتكروا معايا الatomic number؟ atomic number اللي هو مين؟ number of positive protons or negative electrons. وبدأنا كده ايه؟ نمشي بقى صح. موزلي عمل ايه بقى كده؟ The atomic number of an element increases by one than the element before it in the same period. يعني ايه؟ في التابل زي ما اتفقنا هو بيتكون من groups and periods. في حالة مندليف ما كانش ال atomic weight increases by one، ما كانش بيزيد by one. يعني ايه؟ يعني وارد قوي في التابل مندليف ان ممكن تلاقي element atomic weight equals 2، الاتوميك ويت بتاع الاليمنت اللي بعده 3.5. طب هنا زاد كام بقى؟ هنا زاد مثلا 1.5. لا، هنا بقى في التيبل بتاع موزلي the atomic number increases by 1. يعني لو الاتوميك نمبر of this element equals 1، اللي بعده كام؟ 2، اللي بعده 3 4 5 6 وهكذا. نخلص من period نرجع تاني نبدا البريد اللي بعدها، يبقى هنا 7 هنا 8 وهكذا. طبعا احنا بنرسم رسم كده كروكي، لسه ما شفناش شكل التيبلز او التيبل اللي هندرسه بالتفصيل النهارده. خلاص انا بديك بس فكره سريعه، ده صنف على اي اساس وده صنف على اي اساس وازاي. تمام، يبقى الفرق بين موزلي ومندليف ان مندليف arranged the elements according to their atomic weights but موزلي arranged the element according to their atomic numbers، والاثنين الترتيب بتاعهم كان in ascending order، ترتيب تصاعدي. طيب تعال نشوف موزلي ضاف ايه كمان. in his table he added their group، ضاف كده بقى group هنعرفها كمان شويه، هنتعرف عليها كمان شويه، اسمها zero group. يعني كان في مجموعه من الالمنتس اسمها noble gases او inert gases، يعني استاذ موزلي كتر خيره يعني حطها في جروب لوحدها وسمى الجروب دي زي ما احنا شايفين كده زيرو جروب. يبقى الزيرو جروب دي اللي هي انكلودز مين، تضم مين بقى وفيها مين بالظبط؟ مجموعه الانرت جازز. الانرت جازز دي برضو اللي احنا نفتكرها مع بعض درسناها في اولى اعدادي،
اللي هما هيليوم نيون أرجون كريبتون زينون رادون، اللي هما their outer energy shell أو outer energy level of their atoms are completely filled with electrons. دي الألمنتس الكسلانة أو الجاز الكسلانة اللي هي آخر ليفل عندها مليان على آخر أو completely filled with electrons. طيب إيه تاني يا عم موزلي عملته؟ he specified خصص a place below the table، خصص مكان بقى أسفل الجدول لمجموعة تاني من الألمس أو مجموعتين من الألمس، مجموعة اسمها lanthanides مجموعة اسمها actinides، دول هندرسهم في سنة وإن شاء الله يعني مش مجالهم النهاردة خالص، بس تبقى عارف إن تحت الجدول بتاعه هو خصص مكان لمجموعة تاني من الألمس ما كانوش موجودين ساعة مندليف اسمهم lanthanides and actinides. تمام؟ طيب في بقى يعني اتنين علماء كده يعني كان كتاب المدرسة قايل وظائفهم أو قايل الرول ذا رولز أدوارهم نقولهم بسرعة. في عالم اسمه راذرفورد، راذرفورد ده ديسكفر ذات ذا نيوكليس اوف ان إليمنت كونتين بوزيتيف بروتونز، يبقى راذرفورد هو اللي اكتشف إن النيوكليس كونتينينج بوزيتيف بروتونز. وبور في عالم تاني اسمه بور، بور ده هو اللي ديسكفر ذا مين إنرجي ليفلز، هو اللي اكتشف الانرجي ليفل الرئيسية اللي انتوا فاكرينها ال KLMNOPQ، ان في ليفلز تاني بنسميها سب ليفلز دي هنتعرف عليها كمان شوية. كده احنا خلصنا two trials، اول محاولتين من Mendeleev's predictable and Moseley's predictable. لو في حاجة مش واضحة فيهم هنحاول مع بعض برضو احنا ماشيين في الشرح هنرجع لها تاني عشان نبقى ربطنا كل الليسون ببعض.